السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة المتواصلة من قناة التناصح الفضائية لتغطية مجريات الأحداث في البلاد، وخاصة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي للدفاع عن العاصمة طرابلس والدفاع عن مشروع الدولة المدنية. أرحب بضيوفي الكرام هنا في الأستوديو، الدكتور محمد إسماعيل وهو الباحث والأكاديمي، وأرحب بالسيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا. ننوه إلى أن قوات الجيش الليبي اليوم أحرزت تقدما كبيرا في أغلب محاور القتال، وخاصة في محور اليرموك ومحور السباعة، حيث سيطرت قوات الجيش الليبي على مناطق ومواقع حيوية في السباعة، والاشتباكات تدور حول مستشفى السباعة للسيطرة على هذا الموقع الهام وطرد ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر، وأيضا في بعض المحاور الأخرى خاصة محور زطارنة في اتجاه مدينة ترهونة لتخليصها من شبح ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر. ضيوفي الكرام بداية أهلا بكم. أيضا هناك أحداث سياسية اليوم، هناك تصريح لأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية في طرابلس، ودعوا إلى جلسة رسمية في طرابلس في المقر الجديد للبرلمان في العاصمة طرابلس في قاعة ريكسوس. أيضا هناك يعني اتصال جرى ليلة البارحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي، أكد له فيها على أن تركيا ستقف بكل حزم مع الليبيين في للدفاع عن العاصمة والدفاع عن المدنيين. بداية مع الدكتور محمد إسماعيل، كيف ربما إذا كانت لديك قراءة للمشهد خلال الساعات الماضية؟ تحية ليك أستاذ محمد وتحية للسادة المشاهدين. فطبعا نحن نتكلم في النقطتين اللي ذكرتهن، لعل في الجانب السياسي ما يتعلق بمجلس النواب اللي اجتمع أخيرا في طرابلس، أو بالاتصال اللي حدث بين فايز السراج وأردوغان. طبعا مجلس النواب هذه اعتبرها خطوة جيدة، لو قدر لهؤلاء العدد حتى وإن كان ضئيل أن يجتمعوا بإذن الله يوم الخميس، فهي ورقة ستسحب من خليفة حفتر. خليفة حفتر الآن هو خارج الشرعية حقيقة، مما يتشبث فيه فيما سبق بعدد أقل من 30 شخص في البرلمان عقيلة صالح يقول أنه مفوض من البرلمان. طبعا تعلمون أن العالم يعترف بحكومة الوفاق اللي هي إيش بعد اتفاق الصخيرات، فالعالم الآن العالم المتواطئ حقيقة هو في ورطة، يعني أمام الحكومة التي يعترف بها وأمام خارج عن القانون عليها لا يستطيع أن يدينه إلى هذه اللحظة. إذن اجتماع مجلس النواب في طرابلس، وإذا وصل العدد إلى عدد كبير ويجتمعوا يوم الخميس، وأنا سمعت أن في جدول أعمالهم اللي هو اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب، فهذه ورقة سياسية قوية في صالح حكومة الوفاق، ومن المنتظر إن اجتمعوا واختاروا رئاستهم في أنها ستكون رسالة واضحة للعالم أجمع، وستحرج ما يعرف بالمجتمع الدولي وبالمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. الجانب الثاني اللي تحدثت عليه، طبعا هذا كان في كلام الرئيس التركي، كلام واضح، ويبدو أن الحرب في ليبيا للأسف الشديد أصبحت حرب دولية حقيقة، يعني واضح التدخل الدولي في ليبيا هو سبب هذه المشاكل، وأنهم طيلة السنوات الماضية خدعونا بقصة أن المشاكل بين الليبيين وعلى الليبيين أن يتفقوا، حقيقة هي المشاكل بين الدول المجاورة وبين الدول الإقليمية على مصالحها في ليبيا. فطبعا هنا التدخل الفرنسي والتدخل المصري الواضح في هذه الحرب والسكوت المخزي لما يعرف بالمجتمع الدولي، خرج رجب طيب أردوغان وكانت العبارات واضحة وصريحة بأنه سيقف مع الحكومة الشرعية حكومة الوفاق ضد الدكتاتورية الفاشية، يعني ضد الدكتاتور القادم.
طبعا أتبع هذه التصريحات اللي هو مع اللي معترفين به العالم اللي هو الرئيس فايز السراج. فكان هذا الاتصال، نحن نتمنى أن تردع هكذا تحالفات المتدخلين، ونتمنى ألا تتأزم الأمور وتصبح بلادنا اللي هي ساحة حرب، ولكن ما باليد حيلة. هذا الباغي هو من جلب هذا العدوان وجلب هذا الدمار وجلب هذه البلدان إلى ليبيا وجلب التدخل الأجنبي وهدد العملية الديمقراطية والتداول السلمي. فكانت هذه اللحظات التي نعيشها الآن، فهذه أبرز التطورات السياسية التي نلحظها. هذا ما أكده ربما رئيس المجلس الرئاسي في أكثر من تصريح بأن الحرب فرضت علينا ويعني يجب أن نكون لها. هناك أيضا تصريح لغسان سلامة، حيث أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن مخاوفه من النهج الذي يتبعه خليفة حفتر، لأنه يريد أن يحكم ليبيا بقبضة من حديد حسب قوله. أضاف سلامة في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن حفتر لديه مشروع أكثر طموحا من محاربة الإرهاب كما قال سلامة، وهو يمثل معضلة لأصدقائه التقليديين الذين يدعمونه فيما يسمى محاربة الإرهاب، ولكنهم لا زالوا يدعمونه للحصول على السلطة وفق ما قاله غسان سلامة. أيضا أشار سلامة إلى أن فرنسا تعترف بحكومة الوفاق وتسعى للحفاظ على علاقتها معها وتدعم حفتر في حربه هذه. وكأن هناك يعني تناقضات ذكرها غسان سلامة بنفسه، هذا المبعوث الأممي العماري زايد، محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي، قال بأن التغير الملحوظ في لهجة غسان سلامة فرضه عليه صمود أبطال الجيش الليبي في الجبهات، وأنهم سطروا ملاحم تاريخية، طردوا ميليشيات حفتر من أحياء العاصمة وسيلاحقونهم ربما إلى المكان الذي جاءوا منه. قراءة في تصريحات غسان سلامة التي حملت كثير من التناقضات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي كل من يتابعنا والعاملين بهذه القناة. أنا غسان سلامة لا أرتاح لكلامه، وأعتقد أنه متناقض مع نفسه، وأعتقد أنه في ورطة من ناحية التزاماته كمثقف وكأديب وكاتب، والتزاماته كوضع إنساني أمامه. لم يتحرك فعلا ولم يتكلم بالصراحة ولم يتكلم بالحقيقة، ولو كان جريئا ويمتلك الحقيقة لا تم الإفصاع عما قاله في حطته السابقة ولأبرز هذه الإحاطة على موقع الأمم المتحدة. الشيء الثاني، ما زال غسان سلامة تحت الدول التي تمسك بالملف، وما زال يتعامل معنا بنوع من التعالي والضحك على الليبيين عندما يقول أن فرنسا تعترف بحكومة الوفاق وفرنسا تدعم حفتر. كيف واحد يعترف بحكومة ويعترف بوضع ديمقراطي ويدعم طاغية عسكري لإزاحة هذا الوضع؟ هذه مفارقة عجيبة، وخاصة منه كسياسي وكأديب وكمثقف أن يقول هذه الكلمة ويفصح عنها بهذا الشيء من السهل ومن الوضع الذي نعانيه الآن. كيف يمكن أن يقول هذه الكلمة ولا يأخذ فيها أي إجراء؟ قوانين الأمم المتحدة واضحة منذ قانون 1970 إلى آخرها، هذه كلها تدعو إلى حماية المدنيين، تدعو إلى وقف تدعو إلى حظر السلاح، تدعو إلى العديد من الوقوف ضد الانتهاكات، يدعو إلى ما كان يتحدث عنه في عام الماضي في ديسمبر 2018 عندما كان الهجوم على العاصمة. رأينا كيف تغير سلامة، رأينا كيف موقفه، رأينا كيف ذهب إلى الزاوية وأراد أن يجمع هذه المرة لا التفاتة، الذهاب إلى عملية سياسية وبعد عن معاناة الناس، ولا رأى النازحين ولا رأى القتلى الذين يتساقطون في الأحياء المدنية. طيب، ولا رأى ذلك. حقيقة أنا أقولها بصراحة، إذا هو عرف أن حفتر هكذا، لماذا لا يدير حفتر؟ لماذا لا يقدم إحاطة بخصوص حفتر إذا كان رأى طموحه أكثر من الإرهاب ورأى طموحه أن هو الحصول على السلطة؟ من خلال هذا الكلام ربما نعود إلى التصريحات في بداية الحرب لوزير الداخلية فتحي بشاغة الذي قال بأن ليبيا لن تعول مجددا على المجتمع الدولي، وأننا سنحافظ بأنفسنا على أمن المواطنين وعلى أمن البلاد وعلى استقرارها وعلى حلم مدنية الدولة. بالتالي أسأل الدكتور محمد إسماعيل هنا،
هل فعلا اتخذ القرار في ليبيا بأنه لا تعويل على ما يسمى المجتمع الدولي؟ الآن يجب البحث عن تحالفات تحمي الشرعية في ليبيا، تحافظ على استقرار ليبيا، بما أن يعني قلت ربما ليبيا تحولت إلى ساحة حرب دولية ربما أو تصفية حسابات دولية. نعم، كلام وزير الداخلية الأستاذ فتحي بشاغة واضح وتطبيقاتها واضحة، واليوم الحرب داخلة ل 25 يوم. السكوت المخزي للمبعوث الأممي واضح كذلك، لم يتكلم، لم يمارس دوره كما مارسه في سبتمبر الماضي في الأحداث التي حدثت في شهر 9 الماضي، سكت هو وحتى الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان حاضرا، الكل سكت، الكل منع قرار إدانة لخليفة حفتر، لكن وجدوا أن الأمور الآن على الأرض لا يمكن أن يحسمها. واضح أن الوقت قد أخذه، كم سيمددون له، ما هي عواقب هذه الحرب؟ ربما لو زاد الدعم لهذه الحرب ربما تخرج الأمور عن السيطرة. فأظن أن كلام سلامة هنا في هذا السياق أن يتكلم اليوم بهذه اللهجة ويتكلم عليه حفتر ويشبه بالقذافي وأن الليبيين غير راغبين فيه، فهذا الرجل لا يستطيع القول هذا الكلام. أنا طبعا لا أعول على ثقته والله على أمور الشخصية كما قال الزميل عصام، هذه معروفة عندهم يعني هذه، فلذلك المواقف تتغير طبق الأرض على ما موجود عليه الأرض، تتقدم تأخذ حقك، يتغير العالم كله معك، الأرض هي التي تتغير. حتى ولو كنت يعني حكومة يعترف بها العالم؟ نعم. يعني هنا نشاهد بأن السراج السيد فايز السراج حتى في حديثه أكثر من مرة يتحدث عن خذلان دولي ربما، بعدما قالوا له أنتم الشرعية ونحمي الشرعية وكذا، يعني تساقطت كل هذه الشعارات أمام هجمة الانقلاب حفتر. الآن فايز السراج أقوى من قبل، فايز السراج من قبل كان اللي هو عنده الشرعية الدولية قرار 2259، الآن عنده الشرعية الشعبية، يعني الشعب الآن كافة الفرقاء اللي كانوا ضد فايز السراج وحكومة الوفاق كلهم راضين الآن، التفوا حول فايز السراج. موقف فايز السراج حقيقة كان في المستوى، يعني أدان هذا المجرم، رفع إلى قوائم كمجرمين حرب، كل هالأمور واضحة، أعلن النفير العام، دافع عن الدولة المدنية. نعود للمبعوث الأممي من جديد غسان سلام، غسان سلام الآن يعود حجمه هكذا صغيرا بعد أن كان شبيها بالمندوب السامي. طبعا أقول هذا الكلام يعني، وسبب أنه يكون مندوب سامي بسبب حالة الضعف اللي عشناها في السنوات الماضية. كيف رجع؟ أنا خليني أكمل الفكرة بس. لذلك في السنين الماضية كل طرف ليبي يحج أو يذهب إلى البعثة، الذي يريد إلى البعثة. الآن البعثة خذلت، لم يعد أحد يتكلم على غسان سلامة أو يستدعيه أو يريد أن يتدخل، بل أصبح منبوذا من الجميع. منذ أن قال سيد فتحي بشاغة كلامه سنعتمد على أنفسنا، رجع صغيرا كأنه مثل عبد الإله الخطيب أو باقي المبعوثين اللي كانوا بعد 2011 كأنه موظف بسيط. الآن كيف يفعل غسان سلامة وقوة هؤلاء تزداد على الأرض؟ فكان هذه التصريحات للراديو فرنسا أنا أعتبرها تصريحات ثورية، يعني ما تخرجش من غسان سلامة وما يقول خليفة حفتر، ما تخرجش حتى في راديو فرنسا. إيه، وراديو فرنسا هو عدى يوشوش فيها غادي، يعني يقول فيها في راديو فرنسا، يقول أشبه بالقذافي والليبيون لا يريدون خليفة حفتر. أنت غسان سلامة هل عرفت الكلام هذا الآن أم فيما سبق؟ يعني أنت من تغازل؟ مع من ستعزز الثقة؟ أنت كموظف أممي، نحن مع الأمم المتحدة ومع المواثيق الدولية، ولكن بالحق يعني نحن ندافع الآن عن الدولة المدنية. أظن أن صناع القرار في ليبيا الآن لم يعدوا يثقوا بغسان سلامة والتعامل معه، وأن الرغبة طبعا هنا حقيقة في استبدال هذا المبعوث الأممي. وهنا لابد أن نشير إلى هذه النقطة، نحن مع الأمم المتحدة الموجودة، هذه القضية لا نخرج عنها إلى هذه اللحظة، ولكن من كان سبب في إفساد هذا الموضوع وفي هذا التخاذل وفي هذا التواطؤ فمن حقنا طبعا استبدال هذا المبعوث، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا. أعتقد أن غسان سلامة ومن وراء غسان سلامة قد أخطأوا خطأ كبيرا وهو واضح وملموس في هذه الأيام. قد نزيد لحظة بعض الكلام بس عليه، وأنا أثني على كلامه حقيقة كان واضح جدا وكان يلمس الواقع بكل صلابة، ولمن لا يعلم عليه أن يستمع إلى ما تحدث به الأستاذ. وحقيقة قولها بصراحة، ما ألمه جي كثيرا هو وزير الداخلية الذي لم يكن وزيرا للداخلية بل كان يرسل رسالات إلى العالم الآخر،
عندما قال لن نجتمع مع حفتر ولن نلتقي به، سنقوم بحوار مع المنطقة الشرقية، إذن هنا مكان حفتر اختفى. السراج حتى هو قال حفتر خارج العملية السياسية. العماري حتى هو اتجه لهذا الاتجاه. إذن ماذا سيكون سلام وضعه هنا؟ ليس لديه وضع أستاذ فيصل. ليس لديه يعني ليس لديه وضع. بقى شني الآن الحديث الطرف الذي هو موجود بينهم لا يريدون حفتر، فما كان عليه إلا أن يخرج ويبين هذه الأوراق ويمزجها أمام الناس لكي يظهر بأنه ليس مع حفتر. قد يكون منحازا أو يستمع إلى وزير الخارجية، لأن وزير الخارجية يعتبره قريبا من المبعوث الأممي، يعتبره حقيقة نفس الاتجاه ونفس القرب منه، لأنه لا يتحدث بإرادة الشعب الليبي ولا يتحدث بما تكنه حتى حكومة السراج ولا المجلس الرئاسي للحكومة، لأن الاختلاف تجده الآن أمامك عندما تضع موقف السيد فتحي بشاغة وموقف سيالة، لتجد العديد من الاتجاهات. فتحي بشاغة عندما بدأت المواجهة واجه فرنسا طول أوقف التعاملات مع فرنسا في التدريب وفي كل شيء، عندما وقفت هنا فرنسا قامت السفيرة بالتوجيه لماذا هذا الكلام، هذا لا يربك الأجانب، يربكهم المصالح. حفتر يعطيهم المصالح ويمنيهم بوعود باتفاقات أسعارها صغيرة وعديدة العمر الأمد، وهو ما يجعلهم الآن يدفعون معه. حتى ترامب هذا لديه شركة نفط ولديه ويسعى إلى الحصول على مكاسب مثل ما عمل في الخليج، ويسعى إلى الدفاع عن صفقة القرن، ولذلك وجد في حفتر ووجد في هذا المحور الشر وفي تشاد التي تتعامل مع الصهاينة حليفا له في هذا الاتجاه، ولذلك هم يدفعون إلى هذا الاتجاه. والمبعوث الأممي الآن بدأ يمروح، ما مش عارف حتى شنو يدير، بالأمس طردوا سيارة معناها الشعب لا يريده، اليوم دخلوا إلى محاور قتال حصلوا بين الاشتباكات. الأمم المتحدة دائما بعيد تستلقي المعلومات ممن كان يوالي لهم. البعثة اللي قبل هذه كان فيها واحد أردني، والأغرب ديما مشاكل البعثات الأممية من العرب، كان يوالي في جماعة حفتر وحتى يتحدث معهم ويتعامل معهم، وكان كل شيء في مؤتمرات دولية في مؤتمرات يدفع بهم من أجل أن يصبغوا صبغة المجتمع الليبي بأنها تحت هذه الأفكار. وهذا ما موجود الآن في السفارات الليبية وفي وزارة الخارجية، يصبغون ما يريده حفتر، ولذلك يجب الآن العمل على تغيير القناصلة وتغيير القائمين بالأعمال وتغيير السفراء. هذه شيء يهم الوطن، شيء يهم داخلي. وليس أن تخرج وزارة الخارجية وتقول نستنكر وندين. الاستنكارات والندين هذا عندنا من مراد، حطوهم على جنب. نبو التغيير والواقع الذي يحدث في إيصال صورتنا إلى العالم. نعم، هذا موضوع آخر، موضوع وزارة الخارجية، وسنأتي عليه، يعني لأن كانت هناك ربما فروق واضحة في التعامل بين الوزارات. يعني هناك فرق بين ما قالته وزارة الداخلية وقامت به وما تقوم به وزارة الخارجية. يعني صحيح. الإدانة والاستنكار سمعناها من سفراء من وزارات خارجية أخرى أجنبية تستنكر ما يجري في ليبيا، لأن هذا دورهم ربما، الإدانة والاستنكار وإبداء القلق، ولكن وزير خارجيتنا يجب أن يكون محاربا مع من يحارب على الأرض. صحيح. دكتور، مسألة كلام غسان سلامة الأخير، هناك من يربط بين هذا وتغير مواقف بعض الدول التي أصبحت تصرح الآن بوضوح، يعني موقفها مثلا عندما يخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول سنشارك أو سنقوم بالتعاون مع الليبيين بكل حزم وبكل إمكانياتنا من أجل أن نمنع هذا الإجرام الحاصل، حتى لو تصبح كيف تقرأ؟ والله واضح طبعا، هذا في اللي خذناه من ناحية مبدأ وقيم واضحة، خذناه من ناحية مصالح كذلك الأمر واضح، المصالح التركية في ليبيا كذلك واضحة تختلط. زيد على ذلك أن الحكومة المؤقتة حكومة عبدالله الثاني لعلها ارتكبت خطأ كبير، يعني من الغباء، استدعت التاريخ في المدة الماضية وقررت أن تحتفل يوم 24 أبريل بمذابح الأرمن التي وقعت تقريبا في 1917 أو ما قبلها وما بعدها. شن يعني اللي هي إدانة المذابح الأرمن؟ طبعا قضية الأرمن هي قضية سياسية الآن، تركيا ترفض هذا الكلام وأن هناك إبادة،
وفرنسا تؤكد على هذه الإبادة. إذا حكومة عبد الله الثاني باختصار هنا حتى لا أصرف هذا الموضوع، تغازل فرنسا وتستعدي تركيا. يعني أردوغان الذي يخرج الآن وأمام هذه الحرب وينظر إلى المصلحة، يقول أن حكام ليبيا الجدد الآن إذا انتصروا ضاعت المصالح التركية. نعم. ولو رجعنا إلى حجم العقود اللي وقعتها الدولة التركية مع القذافي فيما سبق كانت كبيرة، وخلينا نتكلم هنا بجانب مصلحي. تركيا حقيقة تأخرت في مساندة الثورة الليبية في فبراير، وكان فيها جانب مصلحي إذا كانت تذكروا هذا الموضوع. فالآن يختلط الأمر بالجانب القيمي حتى لا نكون عاطفيين كثيرا، مع الجانب المصلحي، مع الجانب الأمني لتركيا. كيف الجانب الأمني لتركيا؟ تركيا تعتبر مع الدول المساندة لمشروع التغيير الحالي لو قسمنا العالم، يعني هي جزء في التغيير. طبعا وئد في مصر، وئد في بعض الدول الأخرى، بقيت ليبيا وتونس. فهم ربما ينظروا في هذا الحلف الواسع من ورائهم قطر، وتعلموا العلاقات التركية القطرية وكيف الاتفاقية الدفاع المشترك منعت اللي هي سقوط قطر. فترى تركيا ربما هذه خطوط دفاعية لها، هذا في الجانب الثالث، بينما الطرف الآخر يسعى إلى وأد التغيير وإثبات فشل التغيير اللي حدث في 2011، وبيعطي صورة اللي هي آهي أحوال ليبيا المقسمة والمدمرة. فلكي تكفر اللي هي شعوبهم، الشعوب اللي عايشة في الأنظمة الملكية المتخلفة في بلدان الخليج، ولكي لا يأتي إليهم تيار التغيير. فهذه هي منطلقات اللي هي تركيا. تركيا هذا واضح عندها الموضوع، خصوصا أنها تعرضت لانقلاب في 16/7 في 2016 تقريبا، فهي تعي هذا الأمر جيدا، تعي أن موضوع ليبيا خطير. فلذلك يخرج اللي هو رأس الهرم أردوغان ويقولها بعبارات صريحة وواضحة. فهذا الموضوع إذا كبر حقيقة، كبر. وعلى العقلاء في ليبيا، على العقلاء في ليبيا أن يجنبوا البلاد حروب بالوكالة. ما يحدث الآن إذا كان في ناس وطنيين، في مثال يقولوا المكلوب يكتفه هلا، فمش عارف أنا خليفة حفتر من اللي كتفه، يعني حقيقة من يكتفه، يعني من هذا الرجل؟ هذا الرجل يعني وين بيمشي بليبيا؟ وين الضحايا والناس والدماء التي تسيل؟ كم الفاتورة اللي يبيها؟ يعني كم نحن نتمنى لن نقول هذا الكلام، يعني أن نقول على الليبيين والله مسلمين أعداء أو غير ذلك، لكن هذا الواقع. نعم. فالرجل يزج بالكثير كل يوم، ولكن دكتور إلى أين يريد أن يصل في هذه الحرب وفي هذه الصورة التي وصفتها قبل قليل؟ هذه الصورة التي أراها. طيب أنا. يعني أنا قصة المكلوب من بكتفة هذه، يعني حفتر يرسل في أبناء المنطقة الشرقية وبعض المناطق والمدن الأخرى سواء من الجنوب أو في المنطقة الغربية، يرسلهم للقتال ويموتون على أسوار العاصمة، يتساقطون على أسوار العاصمة، بعضهم يرجع جثة هامدة وبعضهم لا يعرف حتى أين دفن، وهؤلاء لا زالوا يقولوا حفايا نمشوا شور الكيش وغيرها من هذه الشعارات. من الذي سيكتف حفتر؟ التفاهم يكون مع فرنسا مثلا، مع الإمارات، نعقد صفقة مع الإمارات حتى ينتهي حفتر؟ يعني هل حفتر هي مسألة توضيح أن حفتر ورقة خارجية تلعب بها الإمارات، تلعب بها فرنسا، تلعب بها بعض الدول الفاعلة في المشهد الليبي؟ أنا أقول لك، أنا تكلمت بعبارة واضحة، قلت العقلاء. فالعقلاء هنا في مجتمع قبلي كليبيا هم شيوخ القبائل، وهم كبارها، فعليهم أن يمسكوا أولادهم. يعني حقيقة إذا كان الصورة مشوشة ونحن أحسننا الظن بهم، ويتكلموا على طرابلس وميليشيات والقاعدة خوارج وداعش والخوارج، فهذه الصورة نقول لهم غير صحيحة. في يعني ميليشيات لكن كل يرفضها، يعني حقيقة نحن ضد الحالة الميليشوية حتى نكون، ومع الدولة المدنية الحديدة دولة المؤسسات، لكن بهذه القوة وبهذا الدمار ستتغذى هذه الميليشيات وستستمر الحالة قدام هذا المعسكر الفاشي. الشيء الثاني نقوله لباقي الناس الذين الآن يأتون ويغزوا العاصمة بعقيدة إيديولوجية، يعني عندما نسمع أن أحد يوصفك في طرابلس ومحولة يقول لك طوبى لمن قتلهم وقتلوه بخطاب ديني، فنقول لهم هذا الكلام بعيد كل البعد يا جماعة، رقم أنتم لم تتصوروا هذا الموضوع، عليكم أن تراجعوا أنفسكم. ليسوا هؤلاء خوارج، كيف تستحلون دماء المسلمين؟ كيف تقاتلوا بهذه العقيدة؟ هذه كلها أقولها لتوضيح الصورة التي ذكرتها قبل قليل، المشروع الدولي الذي يحدث في ليبيا. فليبيا أعتقد أنها تحتاج الكثير من العقلاء
لوقف الحرب الآن ورجوع هذه القوات من حيث أتت. فنحن أنا أريد أن أقبل الفكرة لو سمحت أنا مش حتى تصل للجميع. لا أحد يريد أن يقتل يعني. فنتمنى من هؤلاء العقلاء أن يلملموا البلاد في أسرع وقت. أستاذ محمد هي حقيقة أنا نقولها لك هي استنساخ للمرحلة التي كانت سبق. نفس ما فعل القدافي المقملين ونفس ما فعل القدافي بهذه الوضعية هذه هي استنساخ لأن تجعل الصراع بينك وبين آخرين تدعوهم بأوصاف وتنعتهم بنعوت قد لا تكون صحيحة. القدافي عند في 2011 ماذا قال؟ قال القاعدة موجودة في ليبيا وهي التي تحاربنا. ولذلك هم نفس الاستنساخ. هذا الشيء الذي موجود الآن هو استنساخ حتى في عملية أبنائه وجعلهم من حوله. القبائل يجب أن تعلم جيدا أن أبنائكم هم وقود هذه الحرب وهم حطب هذه الحرب حقيقة، لأن هذا حفتر وأبنائه بعيدين عن الحرب يحتفلون، لديهم مشاريع، لديهم أموال، لديهم سلطات. وأنتم لما ما هي سلطاتكم؟ لا تكسبون شيء. أنتم ما عليكم إلا أن تقودوا أبنائكم إلى الحرب وتضعوهم على أسوار العاصمة ويموتون. ما نرى حقيقة هي زيادة ما يدخل حفتر لمكان إلا ويشعل فيه الفتنة. كانت الفتنة في بنغازي بين قبائل بين بعضها البعض، وخلق فتنة بين الذين هم أصولهم غربية ووصولهم من الشرق، ونزع العديد أكثر من 120,000 أسرة. والبعض يقول أن حفتر يعني كان يتغدى على النعرة الجهوية لدى البعض ويحاول تسخيرها. نعم الآن يحاول تسخيرها في الغرب بين المنطقة الغربية وبين ترهونة وصبراتة وصرمان وجميل والعجلات، وحاول أن يحدثها حتى في غريان من أجل أن ينبت الفتنة. حتى لو خرج حيبدأ النسيج الاجتماعي المنطقة الغربية يعاني من مشاكل عديدة. ولذلك هو حقيقة لو يعلمون جيدا أين حارب حفتر الإرهاب، حارب أبنائكم في قنفودة، حارب أبنائكم في درنة، حارب أبنائكم في كل مكان. طيب لعل الصورة اتضحت أكثر عندما جاء غازيا للعاصمة. نعم لم يحارب الإرهاب، هل حاربهم في البنيان المرصوص الذي فقدت فيه المنطقة الغربية أكثر من 700 شهيد؟ هل حاربهم في صبراتة؟ هل حاربهم في درنة؟ بالعكس عاقب درنة بعدما حاربت داعش. ولذلك أصحوا هذه لا يمكن أن تنبيه. هل يمكن أن يأتي ليبي يقتل ليبي ويقول لهم كنت أعتقدكم خوارج فوجدتكم ليبيين؟ لماذا هذا التحضير؟ هذا من هنا يجب أن تكون عمل وزارة الخارجية وعمل وزارة العدل، أن يتم تتبع القنوات ووضعها تحت بند التحريض وبند الأخبار الزائفة وبند التقارير الكاذبة ومحاسبة من يقوم بذلك، أن يتم تتبع الفتاوى التي تصدر من مصر والسعودية ووضعها في مجمل قضايا ترفع على هؤلاء وتبعث إلى بلدانهم لدفعهم إلى عدم الفتاوى بقتل الليبيين بعضهم بعض، وهذه فتنة وتحريض على الليبيين. لكننا لم نرى هذا الموقف، ولذلك هم يستغلون هذه المساحة الفارغة ويفعلون بها ما يريدون. نعم ننتقل إلى ربما جزء آخر من النقاش وهو حول وزارة الخارجية ودور وزير الخارجية. دكتور محمد إسماعيل، كيف تقيم دور وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني منذ بداية هذه المعركة حتى الآن؟ تمام، أنا دقيقة واحدة بس. نتمنى طبعا حتى وإن جرنا هو إلى تفتيت النسيج الاجتماعي والاستخدام الألفاظ الجهوية، نتمنى أن نكون نحن طبعا أكبر منه، يعني حتى تغريرة بالشباب والزج بها للممنهج. فنحن ليبيا واحدة، مطالب الليبيين كلها قريبة، علاقاتهم أكبر من هذه المحنة. هذا الكلام لابد أن نشدد عليه، وأنه هو السبب فيه، هو اللي غرر بهؤلاء الشباب من خلال هذه المقاطع. وأنا أعتقد أن الكثير من العقلاء لا يرضيهم هذا الأمر، ولكن السبب اللي هو النظام العسكري فشل. نرجع إلى الخارجية وإلى التقييم. التقييم لابد أن يكون من الأساس حتى لا نطلب أشياء نحن من شخص لا يلبيها. تمام، حكومة الوفاق، نرجع وأقول هذا الكلام، هي حكومة مشكلة من كافة الفرقاء، يعني فيها اللي من النظام السابق، وفيها من هو ضدك، وفيها من هو ضد التغيير، وفيها من هو ضد الإصلاح. هكذا تأسست بين الليبيين، فهي كوكتيل متنوع. الآن الصفوف تمايزت يعني في الأخير بعد عدوان خليفة حفتر، وأصبح شعارين بين الناس يدافعوا عن الدولة المدنية الحلم اللي خرجوا من أجله في 2011 اصطفوا، وبين عسكري يبي يرجعنا إلى ما قبل 2011 وأشد. فنحن وجدنا نفسنا في حالة فرقاء، منها وزارة الخارجية التي وقعت تحت المحاصصة في تلك الفترة. كيف نفعل؟
وزارة الخارجية عينت الكثير من السفراء وغيرت الكثير من الإدارات والقناصل والملحقين، فلذلك نجد سكوت يعني غريب من كافة السفارات والكثير مستغربين. يعني هؤلاء جاءوا نتيجة التوافق، فهؤلاء حقيقة لا يتبنون قضيتك التي تتكلم عنها الآن. وأنت إذ كنت أن تفتح هذا الباب فتحتاج إلى إصلاح جذري، وربما فتح معركة أخرى وأمامك اللي هو في الشباب. فلذلك نحن نتمنى منهم يعني هنا، ونتمنى المجلس الرئاسي حقيقة أن يجتاز الخارجية في كثير من الأمور، يعني أن تصلح. هذا ما أردت الإشارة إليه، يعني مثلا السيد فايز السراج رئيس الحكومة كانت عديد من قوى الثورة تختلف معه وتعتبره مصنفا ربما على الجهة الأخرى، وأنه نتيجة هذا التوافق الذي ذكرته، ولكن الرجل كان لديه مبدأ واضح وهو المحافظة على مدنية الدولة، وأنه يرفض المساس بمدنية الدولة والمسار السياسي السلمي. هنا الفرق ربما بين موقف رئيس الحكومة وموقف سيالة، برغم من أن الاثنين كانوا مصنفين على التيار الآخر. يعني والله أنا تكلمت فيما سبق عن السيد محمد سيالة كثير حقيقة، لكن سأكرر كلامي السابق. يعني الرجل الكبير في العمر، إن شاء الله ربي يطول في عمره ويحفظ، يعني عمره فوق 80 وهو مخضرم في الخارجية من السبعينات، وهو كانت عنده رسالة شديدة اللهجة بخصوص دخلني نكمل بس فكرة. أيه. كان في الخارجية وفي الأيام الأخيرة تقريبا حتى كان لديه ربما كان هو المكلف بتسيير اللجنة الشعبية، لكن قبلها كان في الاستثمار الخارجي. أكمل الفكرة بس. المهم الرجل مخضرم كما أقول لك من السبعينات. 2011 كان في طيارين خرجوا من طرابلس لقصف بنغازي، رفضوا الأوامر وأنزلوا طائرتين في مالطا. تولى حقيبة الخارجية في آخر أيام القذافي السيد سيالة، له رسالة قوية في هذا الشأن في إرجاع الطيارين، كان موقفه قوي لو قارناها بين موقف اللي هو محمد سيالة في هذا الوقت. على كل حال الخارجية بدت في الأيام الأولى ضعيفة، ربما لا تريد أن تغلق الباب، لكن الآن أصبح لها ناطق يتكلم باسمها، وأصبحت لها رسالة لرئيس مجلس الأمن، وأصبحت كثير ربما الأمور الخارجية الآن من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي أو يمارسها وزير الداخلية الذي نراه في كل الأماكن، وإن شاء الله ربي يعينه حقيقة. يعني فهذه هي الأمور تحتاج إلى إصلاح جذري بالنسبة لوزارة الخارجية. ونحن على كل الأحوال وإن كنا ننقدهم هنا في هذا البرنامج، فالأخير هم معنا في هذا الخندق ومعنا في الدولة المدنية. ما نتمناه منهم أن يسرعوا أدائهم وأن يوقفوا هذا المشروع الذي سيهدم الجميع حقيقة. ربما كل هو عنده عقلية مدنية. هذا المقصود يعني دكتور، حتى من نقاشنا هذا والسيد عصام، المقصود هو ربما الضغط في اتجاه أن يكون الموقف واضح، موقف جدي للدفاع عن مكتسبات الجيش على الأرض، ويعني السير وفق قرارات الحكومة المجلس الرئاسي. معليش، وحتى النقطة اللي قالها أستاذ محمد الآن عن السفرات وعن الوضع، ممكن نتغضاها احنا بوضع آخر. قد تكون الآن كما حدث وقال الكوكتيل، هو المشكلة عندنا احنا أن يجيبوا في ناس تقسم بالله على أن الوطن ما الوطن وحماية الوطن والحفاظ على الوطن، وكل قسم يتعدى في هذه الاتجاهات، لكن عندما يتولى الأمر يبدأ بعضهم يتجه إلى الشخصيات، شخصنة الوضع وشخصنة العمل. الآن بعض السفراء بدأوا يتحدثون عن حفتر وعن جيش حفتر وعن أنه داخل العاصمة. كان يجب على المجلس الرئاسي حقيقة أنا أراها ألا يعول على هؤلاء، يفعل مثل ما كان حتى القذافي كان يدير فيها مبعوث خاص، يبعث مبعوثين خاصين لبعض الدول المؤثرة في المشهد لتوضيح فكرتهم، ويكون هؤلاء المبعوثين ممن يحبون الدولة المدنية ومن لديهم توثيق بجرائم حفتر، وتعطى لهم الدراسة الكاملة والأبحاث الكاملة التي تم التوصل إليها، ومن بعد الاجتماع مع العالم لما تجتمع تعرض عند وجهة نظرك. ما فائدة السفير بعد ذلك؟ ليس لديه فائدة، لأن هذا مبعوث خاص بالرئيس كأنه رئيس يمثل الرئيس، عند ذلك تكسب. ولكن حتى البطء ليس في سيالة فقط، البطء حتى في رئاسة المجلس الرئاسي الذي نتمنى أن يتحرك. صحيح أعباء عليه ثقيلة جدا وعليه أعباء كبيرة جدا، لكن أنا عندما نتكلم عن فتح بشاغة البعض يعتقدنا أن نحن نتقرب منه، إحنا بالعكس إحنا هلكنا من بعض الميليشيات وخرجنا برا، لكن نقولها بحق بصراحة، فتحي بشاغة ليه يشتغل كوزير داخلي؟
أمس عندما ذهب إلى تونس وعرض مؤتمر صحفي، هو استبق خطوة كبيرة جدا 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 في مجال توصيل الفكرة لوسائل الإعلام. وسائل الإعلام أغلبها التي تتعلق بالشأن الليبي موجودة في تونس، لأنها لا تدخل لا تمكن أن تدخل لليبيا نتيجة الوضع وعدم الاستقرار. هذه وسائل الإعلام ضاغطة أغلبها، وأغلبها من وسائل الإعلام الدولي. هو ذهب هنا إلى تونس عوضا عن شغل الإعلام الخارجي الذي يتبع في الخارجية، وسدد حقيقة العديد من الكلمات وعديد من الآراء التي كانت رائعة وكانت وجهت بعض الصحفيين. وأنا بعض الصحفيين كان عندي معهم بعض التواصل، حدثونا بأنهم تعرفوا على شيء كثير جدا لم يكن يعلموه. أغلب الصحف كانت تتناول حفتر وكانت مدفوعة الثمن من هذه الدول الخليجية ومن هذه الدول التي في محور الشر، وكانت تدفع في اتجاه عكسي. أيضا عندما يتحدث بأشياء تتعلق بالخارجية هو يدفع برسائل، عندما يقول لا وجود لحفتر في الحوار ونحن لا نتفاوض ونتحاور معه، هذا دليل على أن هذه الرسالة وصلت كرجل دولة. وهذا يفترض أن يكون. على الجانب الآخر، موضوع مجلس النواب، المؤتمر الصحفي اليوم الذي عقده أعضاء من مجلس النواب وأعلنوا فيه عن جلسة رسمية في العاصمة طرابلس في مجمع قاعات ريكسوس، بالتالي سيكون هذا مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس. نناقش ربما أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على المشهد، وماذا يعني تغيير رئاسة مجلس النواب ونوابه، وربما حتى إقرار تضمين اتفاق الصخيرات وغيرها. دكتور، ما تأثير هذه الخطوة إذا تمت، وما فرص نجاحها أصلا؟ يعني طبعا هي الخطوة مشروطة إذا كان استطاعوا أن يجمعوا النصف زائد واحد يعني 101، فيعتبر خلاص هذا البرلمان فعلا تحقق فيه، أنه خلاص أصبح في العاصمة، وأن هذين المنتخبين من الشعب الليبي يستطيعوا أن يطبقوا الاتفاق السياسي مع مجلس الدولة. طبعا هذا الخطاب نحن نقوله للمجتمع الدولي واللي ينظر للبرلمانات اللي هي منتخبة، بغض النظر عما حدث لهذا البرلمان والحل وحكم المحكمة. نحن نتكلم الآن بشكل سياسي اللي جابها الصخيرات مرة أخرى. نحن نتكلم الآن بالأمر الواقع، يعني بسلطة الأمر الواقع لابد أن نفصل في هذا الأمر، يعني التأييد الشعبي والالتفاف حول هذه القيادة المؤمنة الدولة المدنية، هذا واضح من خلال المظاهرات اللي وكل يوم جمعة، أو حتى البرلمان لو اجتمع وحصل على تأييد شعبي فمشروعيته حتكون من هذا التأييد الشعبي. إذن هم على المحك يوم الخميس، إن نجحوا في حضور عدد كبير فلم يبقى هناك، يعني خلاص هذا البرلمان ألغي. يقول هؤلاء البرلمانيين كلمتهم فيما يختص بهذا العدوان وبهذا بهذه الشخصية العسكرية اللي هدت الحياة المدنية، فستكون له آثار كبيرة حتى وإن لم يعترف المجتمع الدولي المتواطئ. أنا طبعا عبارة المجتمع الدولي هنا لابد نحدوها للناس المجتمعين المشاهدين الآن، اللي هم الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن اللي تملك حق الفيتو. هناك دولة أو اثنين تمنع اللي هو إصدار قرار إدانة وتقف اللي هو جلب، مش بنكمل فكرة بس أنا بس هذا عليش. فهذه حتكون اللي هي رسالة ليهم. الثاني على الصعيد الداخلي، هذا جسم إن بقى وأقام في ريكسوس فسيكون الجانب التشريعي حيشتغل القوانين من جديد، وسيكون هناك مراقبة على أداء الحكومة، ويكون هناك منح ثقة لأي حكومة قادمة، وتحدث اللي هي حالة وحدة بين المؤسسات الليبية، وستكون لها أثار جانب إيجابية كثيرة. هذا بالنسبة للتفاؤل الذي راه، لكن كله مربوط إن حضروا. هو حتى أظني أنا في الاعتقاد أن حتى بعض منهم لما أخذنا منهم بعض التصريحات يشير إلى أيضا الاعتراف بالحكومة، هي الحكومة ما اعترفش بها حقيقة مجلس النواب، ولذلك هم يشيروا، ولذلك يسمى الوزير المفوض. فمن العجب أنك أنت معناها الآن تلتحم بالحكومة والمجلس الرئاسي اللي هو ناتج من انبطاق من اتفاق الصخيرات، ولا تعترف بمجلس النواب في هذه اللحظة. لا، لكن هنا النقطة الأساسية أن تغير معادلة مجلس النواب بعقد جلسته في طرابلس وتؤيد هذا مخرجاته. سيد عصام، يعني كما تابعت ربما تناول الصحافة الدولية للمشهد في ليبيا وخاصة المعركة الجارية الآن، في رأيك ما التأثير
في هذه من هذه الخطوة؟ هذه الخطوة ما الذي ستحدثه من تغيير حتى في تناول الصحافة الدولية، باعتبار أن هذا المجلس أصلا هو من جاء بخليفة حفتر في البداية أو شرعنه في تلك الفترة؟ يعني شرعه، كان خليفة حفتر قبل مو شرعوا له. أنا مع تفاؤل الأستاذ محمد حقيقة، قلها بصراحة، لأن إذا كان هذا المجلس وصل إلى درجة أنه أعطي تحصل على النصاب، فإنه يحق له التغيير بعد ذلك بتغيير قانوني وبتغيير تشريعي صحيح. أما نبقى في عملية الكر والفر، والله العظيم هذه رأي قسم بالله، ممكن ما نعطوش ليه أمل كبير جدا إحنا في عملية الوصول إلى هذه الأمور، لأن حقيقة لا يمتلكون الشجاعة بعضا منهم. أنا أقولها بصراحة، جماعة في بنغازي، النواب الذين جلسوا في بنغازي مع جيلة صالح في جلسة ما يقارب 30 شخص، وأعطوا أراءهم بغزو طرابلس، وأيدوا الغزو وأيدوا حفتر، لم يخافوا ولم يبقوا خارج المشهد أو لم ينتظروا حتى يكتمل العدد، حتى الكاميرا كانت موجهة في اتجاه واحد، وهذا ما يدل على أنهم مؤيدون له، وكان يفترض أن يبرزوا هؤلاء ويوضعوا في قوائم بعد ذلك ليتم تجريمهم ومحاسبتهم. أما هذه الجلسة التي عقدت في بنغازي لها مدلول، وبذلك رجعوا الآن الجلسة القادمة التي سيعقدها مجلس النواب الذي موجود في طبرق، سترجعون إلى طبرق، لم يستمروا في هذه الجلسة إلا في طبرق، لم يجعوا إلى مكان بنغازي، وهذه نقطة إيجابية في صالح الذين سيجتمعون في طرابلس، لأن مجلس النواب أساسا مقر الرئيسي هو بيكون بنغازي، إلى الآن لم يمكن من عقد جلسته في بنغازي، يعني أي مكان آخر لي سيكون مكانا صحيحا، لأن طبرق ليس مكانا له. هم استندوا حتى على بعض المواد 15 الداخلية، نعم، وفي الإعلان الدستوري، أنوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية فتحي بشاغة، حيث قام معالي وزير الداخلية فتحي بشاغة بزيارة إلى جمهورية تركيا، بحث فيها تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، حيث بحث وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغة مع مسؤولين أتراك العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في الجانب الأمني. وخلال زيارته التي جاءت على رأس وفد أمني رفيع المستوى، ناقش تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وأهمية تطويره وتعزيزه في المجالين الأمني والعسكري. الآن نحن أمام زيارة رسمية لوزير الداخلية على رأس وفد أمني ليبي رفيع المستوى إلى تركيا. هنا تم التباحث عن يعني تفعيل التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين، ربما المباحثات لازالت جارية مع مسؤولين الأتراك هنا. قراءة ربما في هذه الزيارة ومدلول ما أعلن عنه المكتب الإعلامي لوزير الداخلية. طبعا على عجالة تصريحات أردوغان يعني دخلت حيز التنفيذ، يعني مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي، الآن الوزير الداخلية يأتي هنا مع الوفد الأمني، فهذا واضح شنو الذي ينقصهم، شنو مطالبهم، شنو تحديدا في المعركة اللي تقوم من أجل هي قيام الدولة المدنية. تركيا طبعا تعهدت هذا عن طريق رئيسها، فتبقى هذه الخطوات تأتي عن طريق الوزراء، ثم إن كانت هناك اتفاقيات تحتاج إلى تشريع فربما تصادق عليها البرلمانات اللي يعرفوا في الشأن السياسي، وإن كانت لا تحتاج من صلاحيات الحكومة التركية الحالية والحكومة الليبية، فسيدخل هذا الدعم حيز التنفيذ. أقرأه بهذا الشكل. طبعا أنا أقرأه حقيقة أن سرعة الاستجابة يجب أن تكون، وكانت الآن، وهذا موقف رائع جدا، يجب علينا أن نتضامن، يعني سرعة الاستجابة لكل من تضامن معنا، ويجب علينا أن نحقق مكاسب من وراء ذلك. لا نبقى بعيدا عن هذا الأمر ونبدأ بعد ذلك نبكي على روحنا. الدعم اللوجستي ضروري منا لكل معركة، الدعم حتى العسكري يجب أن تحصلوا عليه. الاتفاقيات التي تروج الآن على منصات التواصل الاجتماعي هي تغرير، وهي دفع بها جماعة الكرامة من أجل التأثير على المشهد ومن أجل التوضيح بأن الطرف الذي نحن فيه هو عميل لتركيا وغير ذلك، هي ليست اتفاقيات. ألتقط هذه الكلمة بالذات، ويعني أسألكم وسؤال موجه للضيفين هنا، بداية مع الدكتور، مسألة حكومة يعترف بها العالم، حكومة تتولى أعمال السيادة في ليبيا ولها جيش يقاتل على الأرض، تتحالف مع دول صديقة ودول شقيقة لتحافظ على سيادتها ولتردع هذا العدوان وفق اتفاقيات تعاون مشترك مبرمة أصلا من السابق ويحق لها إبرامها من جديد.
يعني هذه المسألة المقارنة بين حفتر المجرم من الحكومة يتلقى دعما دوليا ويتعامل مع الدول المتحالفة معه، والحكومة الشرعية يحرم عليها أن تتعامل مع الدول الصديقة. طبعا هذا في الحالات عادة اللي تكون الحرب بينها وبين دولة مجاورة، فلذلك تسعى كثير من الدول اللي هي تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك. لكن الحالة الليبية الآن حكومة شرعية يهددها اللي هو انقلاب داخلي عسكري وممول من دول خارجية. نحن نشوف الأزمة وين وصلت، أننا نبقى نتكلم عن بلادنا بهذه الصورة، لأن خصمنا ليبي حقيقة بيش نتكلم فيها أكثر من هيك. فهذا الخصم يعني هو اللي يتكلم على الأجنبي، سمعنا اللي هو عقيلة صالح يتكلم اللي هو علي أبو ظبي وجماعة ابناء زايد ويقولون له حلالنا حلالكم، هذه من قبل سنتين ولا ثلاثة. تقرير خبراء مجلس الأمن وثق اللي هو الدعم العسكري من سنوات. فماذا تفعل هذه الحكومة؟ يعني حقيقة وهي في حالة عدوان وفي حصار الآن، فلذلك لجأت لأمر متعارف عليه. كنا نتمنى ألا يحدث يعني حقيقة هذا الأمر، ولكن البادي أظلم، المعتدي أظلم، الباغي أظلم، كل هذا هذه أمور واضحة حتى لا تلبس على الناس، لأن يعني قضية مبدأ. ولذلك نحن نتمنى كليبيين ألا يتدخل أحد في شأننا، ألا تكون بلادنا ساحة حرب، لكن أصبحت هذه أمنيات. للأسف أصبحنا نسلم هذه الأمور للقوى الدولية ولا نعرف النهاية متى. بهذا الحصار الظالم وبهذا العدوان الظالم أنت لك حق الدفاع عن نفسك، فهذا هو المنطلق. هو الشرعية سيد عيسى، هذه المسألة تغييب الناس الآن وتضليلهم. الحكومة الشرعية المعترف بها عميلة إذا ما طلبت التعامل أو التعاون مع الدول الأخرى، وحفتر المجرد من كل شيء يعني من كل الرتب والمناصب يتعامل مع دول ويتلقى دعم ويموت معه جنود أجانب وهو ليس عميل، هو قائد الجيش الوطني كما يقول. هو الليبيين حقيقة ضعف التضليل الإعلامي والتضليل الديني حتى، هو ليش بنكون عنا واضحة، لأن ليس في الدين أن تضع عسكري ولي أمرك، هذه المداخلة هذا مبدأهم وهذا شيوخهم وهذا فتواهم، هذا ضلوا الناس وضلوا كثيرا معهم، ولذلك حتى بعض الناس انضلت في هذا الأمر، دفعوا في أبنائهم في صراع أجندات خارجية ليست في صراع ليبي حقيقة. أنا أقولها ولو أردنا حتى نتكلم عن العمالة ونتكلم عن الحقائق، حفتر عند جنسية أمريكية زمان لما قالوا بوشاقور عنده جنسية أمريكية خرجوا عليه وقاموا مظاهرة وقلبوا الدنيا. حفتر عنده جنسية أمريكية ودخل الانتخابات في 2007 وموجود حتى في 15 عام في الانتخاب. في ليست هذه القضية، لا قصدي لا لو جي الطائرات الإماراتية شوف انت معناه تطمح من عميل، ماذا تطمح من عميل؟ هذا يخدم في مخططات وأجندات خارجية. عندما يأتي وتضحوا انت امامك وتدفع بأبنائكم للصراع بين أبناء الليبيين، وهذا الصراع يعني مش صراع ليبي، هو صراع عن دولي موجود وواضح جدا العام الماضي عندما كان الصراع بين إيطاليا وفرنسا حتى الانتخابات الليبية أبعدت، وهذا واضح جدا أنك أنت الآن تموت من أجل مخطط إماراتي سعودي مصري فاشل فرنسي في سبيل قتل أبنائك. ماذا تقول لمن قصف حي بوسليم وحي الانتصار؟ ماذا تقول لمن يرعب الناس في الليل بالطائرات ويقوم بإطلاق الصواريخ؟ هذا واضح جدا بأن هؤلاء لا يملك درة من الوطنية، ولذلك هؤلاء لا يمكن التحدث معهم ولا يمكن الحوار معهم ولا يمكن التقاء معهم على طاولة واحدة حقيقة. طيب دكتور، في عجالة المشهد إلى أين في ظل هذا الحرك السياسي الآن؟ المشهد أن تقدم طبعا المدافعون عن الدولة المدنية وعن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، سيتدخل المجتمع الدولي ويوجد حل حقيقة. أنا أراه هكذا لأن القرار دولي سيتكلمون، ولعل البوادر الآن بدأت بغسان سلام الذي أيقن ذلك. نعم دكتور محمد إسماعيل الباحث والأكاديمي، شكرا جزيلا لك. سيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي الأخير، فشل. أنا أقول فشل المخطط بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله فشل المخطط، وسيتغير الوضع الآن إلى الأفضل، لأن كل ما حاولوا إثارته وكل ما حاولوا الصمت عليه والسكوت وعدم رؤيته الآن بدأ الدفع بهذه القوات إلى الأمام، وبدأ حصار ترهون قريبا، وبدأ انفراج عن غريان، ولذلك لن يبقى الوجود لحفتر خاصة إذا كانت هذه الأمور تسير. ورسالة إلى المجتمع الدولي،
أنتم تدفعون إلى وجود بؤر للإرهاب، أنتم تدفعون إلى ردة فعل عنيفة، أنتم تدفعون إلى عدم استقرار ليبيا الذي سيؤثر على الدول الإقليمية والدول العالمية. ربما ما أشار إليه وزير الداخلية. نعم من ما حدث عنه. نعم. وبدليل حفتر معذرة سيد إيه وبدليل ثلاثة من تنظيم نعم الدولة نعم تم القبض عليهم الآن عندما تحركت هذه العملية، مما يدل إلى توثيق بين الكرامة وبين داعش. نعم شكرا لك سيد عصام الزبير. وزير الداخلية أشار فتحي بشاغي إلى أن حراك حفتر الأخير وتوجهه إلى العاصمة يعني أعاد النشاط لخلايا تنظيم داعش الإرهابي الذي أصلا يعني اتضح في كثير من الأثناء أنه يتخابر مع ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر. انتهى هذا الجزء من هذه التغطية، التغطية لازالت مستمرة من التناصح. أشكر ضيوفي الدكتور محمد إسماعيل الباحث والأكاديمي والسيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي. الشكر لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إلى اللقاء. بارك الله. وحيدة الإدارة.